بس الحاجه الوحيده اللي انا بنادي بيها وبتمناها انها تحصل ودي كانت موجوده قبل كده وللاسف الشديد هي مش موجوده دلوقتي، وهي انك انت احنا مش داخلين حرب. صح. الناس كانت بتدخل كله داخل عشان يخدم يرد جميل النادي الاهلي عليه مش يخدم النادي الاهلي. النادي الاهلي خيره على الناس كلها، ده نمره واحد. نمره اتنين ان النهارده اللي بيكسب او اللي بيخسر كان الناس بتخسر او بتكسب تاني يوم بيبقوا موجودين في النادي، الخسران بيبارك للكسبان والكسبان بيقول هارد لك للخسران والاثنين الاثنين. وعمري ما شفت حد بيلسن ولا بيتكلم على حد ولا بيتهم حد في اتهامات ولا الكلام ده. الكلام ده للاسف الشديد الناس اللي تدخلت بين النادي او الناس بالبلدي الاعلام اللي مش مظبوط اللي دخل بين النادي وخلانا زي الانديه الاخرى هو ده السبب، السبب الاساسي في هذه المشكله للاسف الشديد. انا بنادي كل جماهير النادي الاهلي او كل اعضاء النادي الاهلي وكل الناس الموجوده في النادي الاهلي انها يعني نرجو ان احنا دي منافسه شريفه لرد جميل النادي الاهلي علينا، فما ينفعش ابدا يبقى فيها لا تلسين ولا في كلام ولا في كلام في الجرايد ولا في اتهامات ولا في اي حاجه من الحاجات اللي احنا سامعينها والبذاءات او للاسف الشديد الحاجات اللي كانت في الفتره اللي فاتت كانت موجوده. ارجو انها ما تبقاش موجوده ونرجع للقيم زمان زي كنا زمان. كابتن صالح سليم اول انتخابات خسر ثاني يوم كان بيبارك لفريق مرتجي بيقول له مبروك، والفريق مرتجي بيقول له هارد لك واحنا هنستفيد بيك يا كابتن صالح في اي موقع من المواقع اللي انت موجود فيها في النادي. هو ده اللي المفروض يحصل.